السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثامنة من تختيم لعبة انشارتد الجزء الرابع. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات اول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، في الحلقة اللي راحت وصلنا الى الجزيرة اللي بيكون فيها كنز ايفري، والتقينا بسام بعد ما افترقنا عنه. فيلا نكتشف مدينة القراصنة. طبعا خليت الدبلجة ما غيرتها، بس احتمال في فيديو الجاي اني ارجعها للترجمة لاني افضل الترجمة صراحة. هيا بنا من هنا. لحظة، هيا بنا من هنا. غير معقول، يا لها من بداية. نعم، لنأمل ألا يكون الباقي مدفونا تحت قرون من التراب. انظر إلى قرون من التراب. صراحة اللعبة كل ماها تزداد جمالا. alright. سام هنا. أبهير. فيها فتحة داخل. بوم. لا أحد هنا. أكيد ما في أحد. مر هذا المكان بأوقات أفضل. ها، يحتاج السطح لإصلاحات، فلنأمل ألا ينهار فوق رؤوسنا. سامي بوي، نأمل ألا ينهار على رؤوسنا. نعم. أوكي، عبرت قبل أخوك ومن عادتك. من هنا. نعم، هذا لن يحدث. يمديك تدخل، بس يلا تعرف الألعاب. أعتقد أنه يوجد طريق هنا. نعم نعم. من هنا يا نيثان. مترب. مترب؟ أخير مغبر يا حبيبي. هذا الزحف. قرون بدون ما أحد يكون هنا. شوف الفيران. هذا شكاش تشن. ليس كوخ قش. نعم، هذا بناء مثير للإعجاب. لكن أين جاء بنائنا هكذا؟ لا تحتوي السفينة العادية على نجارين. المكان غريب شوي. لكن ليس بنائين. يا رجل، أريد الحصول على كاميرا. لدينا واحدة. ها؟ أنت جاد؟ نعم، نعم. إنها على القارب مع باقي أدواتنا. مع السلامة. مع القارب ماتت. شعور جيد أن أفرد جسدي كما قلتها. شعور جيد أن أفرد جسدي. أوكي، وإيش ندور إحنا بالضبط؟ صندوق. عندي فكرة. صندوق. عندك فكرة؟ انتظر. حسنا، نحن جاهزون. اللعنة. إيثان، وجدت شيئا؟ نعم، ربما. وصلنا. زي ما قلت، مدينة قراصنة. مدينة ضخمة بعد. مو ضخمة يعني، مو صغيرة، لكن alright. لا منازل، شارع واسع. من الواضح أنها منطقة تجارية. نعم، تجارية. مو مدينة سكن، مدينة متجارة بين قراصنة ممكن. حسنا. ليبرتاليا. 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 هي مفقودة منذ وقت طويل، اكتشفها بعد 300 سنة. جنة القراصنة. وشقيقه الأصغر الأقل وسامة الذي كان مرافقه في المهمة بالمصادفة. كنت أعرف أنك ستنجح يوما ما. ليست أول مدينة مفقودة أجدها. يس. شلبالة. تمتع باللحظة. في الجزء الثالث، الجزء الأول، كلهم اكتشفهم بدونك يا سام، فهو اللي اكتشفه مو أنت. من أين تريد البدء؟ ماذا عن ذلك المبنى هناك؟ واحد. مبنى ذا الحراسة الضخم؟ نعم، لنعرف ماذا كان يحرس. يناسبني هذا. هذا أعني أنا عاجز عن الكلام.
انضم إلي في الجنة. هكذا تعجز عن الكلام؟ كم استغرق بناء هذا المكان في رأيك؟ سنوات وربما عقود. كيف أبقوه سراً طوال تلك المدة؟ المكان جميل للغاية. هذا المكان حتى بلا خزانة الكنز، هذا كشف مذهل. اوكي بقى نروح المبنى الضخم اللي هنا قدام. بس ايش هذا؟ قبر. انظر الى هذا وكانه ارتكل 5. ايش مكتوب؟ ممكن اشوف ايش مكتوب؟ ما يمديني. دون حتى لسفن القراصنة. ارتكل 5، هي هو ديزرتس الليبرتاريا، اللي يخونها ويتخلى عنها في وقت القتال shall be punished by بيتعاقب بالموت. اوه اوكي، اكيد قراصنة، بقول عنهم قاصين، هذا طبيعي من شو اسمه فعل القراصنة. ما انا مراجع، اكيد الباب مقفل مغلق. ياب، كنا ندخل من هنا. ايش هذا؟ ايه ما ادري ايش هذا. من هنا ممكن، انها من هنا. كابتن ايفري، كنت اتساءل متى ستظهر. كابتن ايفري، ما هذا الرمز؟ على قبعة لوفي. لوفي، هذا رمز آخر؟ لا، ليس رمزا أعرفه. ربما غزاة واثق من كثرة أعدائهم في الماضي. نقطة جيدة. ممكن نمخبع. انظر. إيش؟ كنت لأصور نفسي بالتأكيد في هذا الشيء لو كان لدينا كاميرا. ربما أرسمك في مذكراتي. حقا؟ نعم. والله انكم فاضيين، حركونا، ورانا كنز نحصله. هذا مذهل صحيح، ولكن كيف نصل لذلك المبنى الكبير بالبرج؟ نايس دروين. اوكي، عجبني الرسم. حتى زنزانة. القراصنة تحتاج مكانا لاحتجاز الحثالة. القراصنة يسجنون احد، هذا نفاق ان يكون للقراصنة. اعتقد ان كل مجموعة بها بعض الحمقى. نعم نعم، أحسنتم. أوكي أوكي، مغلق. يعني مستحيل، كيف ما حد حصل الجزيرة؟ بس يعني يعتبر شيء دقيق، يعني ان جزيرة، في جزيرة صغيرة في وسط المحيط ما تقدر تحصلها بسهولة. اوكي، تحت ممكن. اها، سام تعال، هذا يبدو واعدا. انهار في الوقت. اي والله، هذا يبدو واعدا، يبدو مخبأ من نوع ما، لكن من الذي سيختبئون منه انفسهم؟ خريطة للمكان. انظر، يبدو كمخطط الحي التجاري. وهذه خزانتنا هناك، ها هي الابراج. ماذا كانوا يخططون؟ لا نعلم، هيا نكتشف. ذلك الرمز الثاني، نفس الرمز. علي ندبة، مو قبعات لوفي. يمين شمال، نروح شمال. امثال، هذا هو طريق التعادل. يبغون ننزل تحت. أرى بعض الضوء في الأسفل. نزلنا. أوكي،
وايت. اللعنة. اسمع. وجدت المزيد من المستعمرة. المزيد من المستعمرة. وين احنا بالضبط الحين صرنا؟ وين هو المبنى؟ أو هذا هو المبنى. أوكي. أو بوي أو بوي أو بوي. باك. صراحة ودي أخلص. أنا ما ودي. أوه شكلهم كثيرين. أوكي. لحظة لحظة. خلينا نكون هادين شوي. ارجع 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 ارجع. ما ادري ليش انا خايف، يعني عندي سلاح في النهاية. انت يعني سبحان الله كيف ما شاف سام ما ادري. اوه سامي بوي. اوه سنايبر. اوكي وين نروح يا سامحين؟ هذا الحبيب قاعد يناظر منه مو ما يتحرك. ولا قتلت هذا بيحس. الحين بوديك العصافير دقيقة بس خليني. سليب ناو. خذ لك غفوة صغيرة. آه نايس. لم يرونا. لم يرونا. بس وين نروح الحين احنا؟ وينك يا اوكي تاهو. قلت انا وينك يا سامي بوي. اوكي في واحد هنا. ايه. او 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 اركب 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 بسرعة عشان نقتله. سام هل تسمعني؟ اين ذهب؟ والله صاير التسلل كويس اليوم. ممكن ما لأن سام معاي يعني ساعدني. تمت. يا حبيبي ضيعناهم. والله ضيعناهم. اين ذهب؟ تبت. يا مصيب. باك. اليهم.
ثلاثة يا الناس. أوب خلصنا بسرعة والله. سيعودون ثانية. أهم يبحثون عنا أم عن الكون؟ بمعرفة بريف عن الاثنين. أوكي وين نروح لكن؟ المكان مرة معقد. أوكي. يبغون نتوقع نتسلق إلى أعلى قمة على نقطة. أوكي أتوقع نبغى نروح هناك. نايس. وات وين نروح هنا؟ اتوقع وين نروح هنا اشوف اماكن للتسلق. اوكي اوكي نحتاج نتسلق. هنا نايس. اوكي أعطيني هذا. شت. مات. خلصنا؟ هل ترى المزيد أم نحن في أمان؟ ما أتوقع نحن في أمان. أنت بخير؟ نعم. بعض الدوار. بعض الدوار؟ أوف. مسكت على آخر لحظة. يلا خلينا نقعد نستخدم الناس. اتوقع هذا المكان اللي نحتاج نروحه. نو ممكن يكون هذه اكثر منطقه في انشارتد تدوخ. ما ادري وين اروح. اتوقع هذا هو الطريق اللي نحتاجه. بس المنظر كالعاده 10/10 as usual. اوكي وانا اتوقع على العمود. اوب هيا يا سام. هل هذا الشيء ثابت كاي شيء اخر؟ اكيد مو ثابت. ثابت الاجابه هي لا. حسنا حسنا انا قادم. اوتش نيثن هناك المزيد من المؤمن. وين تبا؟ المكان كله يتهاوى. انتبه يا رجل قد تتسبب في انهيار المبنى كله. هي نيتا انتبه. انا متسلق. لكن هذا امر مختلف. اوكي وين الثاني؟ ما انا شايف احد ثاني. انا السلام عليكم. get off me. اندلع. اوكي easy beasy. ما خلصنا ها اليوم.
منتشرين في كل مكان. Good luck. يلا في واحد ثاني وثالث يمين يسار. وين هالصوت؟ اوه شيت ميت 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 نايس. احب شو اسمه خاصية الحبال في اللعبة. القناص ممتع مرة. نايس. هذا هو ايزي. شفت من الافضل ان نواصل التقدم. يس اتوقع جربنا نخلص او نطلع من هنا. جين بيلا. ما في قناص. نو خليك على القناص عاجبني. وين رحت يا سام؟ هنا يا سامي. سامي بوي برازا وينك؟ Let's go. هيا جاهز؟ جاهز. حسنا شكرا لك. اوكي والان الى اين نذهب؟ احذر المسافة عالية جدا. نعم ارى هذا. انني ارى هذا يا اخي. اتخاف علي؟ يلا تعال. حسنا. او لقد كان ذلك وشيكا للغاية. انتبه للخطوة الأولى. هذا غريب. نعم. اوكي تسلق إلى الأعلى. إن السلم عالق في الوضع. سيكفي. اصعد. نحن متسلقون ماهرون يا سام. كيف حالك؟ يا له من مشهد. خلينا نشوف المشهد. لا تشوفه بس انت. اوكي. اوكي وصلنا للدرج. اوه قاعد يتسلق من برا هو. لا ابني. ايه هذا هو. ها وصلنا الى البرج. اوكي نايس. alright ايش اللي قاعد ينتظرنا في هذا المكان؟ ثق بي واتبع توجيهاتي. ثق به واتبع توجيهاته. يا سام تعرفني انا افضل منك في التسلق. افعل كل هذا ايضا. نعم شيء كهذا.
ذا شيء كهذا. واو قرود مونكيز. نحن بالتأكيد في منطقة الإيجارات الباهظة، لكنها ليست سكنية. ما رأيك، أهو مبنى إداري ما؟ غالبا أضمت ليبرتاليا لجنة تقسيم مناطق. ربما كانوا يدفعون الضرائب، من يدري. الإيجارات الباهظة. اوكي اوكي يبغانا نروح من هنا، ما يبغانا نتسلق. اوكي ايش اللي عندنا هنا؟ انا صارت حرب هنا. يا الهي صارت حرب، حواجز مرتجلة. ماذا حدث هنا؟ معركة من نوعها. نعم، مسألة بلاغية. السؤال هو من يقاتل من ولماذا؟ ولماذا؟ ملابس بعض هذه الأجساد أكثر أناقة، يبدون جنودا. كان المستعمرون يقاتلون الجنود. أوه، كانت تلك الخزينة هناك. ممكن جنود كانوا يبغوا يأخذوا الكنز. نعم، فلنأمل أن لا يكونوا قد نجحوا. صحيح، حد تعبنا بيروح كله في شو اسمه محب الريح. لا هذا صار، إذا الكنز أوريدي أخذ، تم أخذه. يلا يا رجل. أوه، واو. هذا مبهر. أقل ما يمكن قوله. في مرة أقول بس اللعب Uncharted 4 من أجمل الألعاب اللي لعبتها صراحة، ولعبها على البلاي ستيشن وش اسمه، مو على البي سي بعد. لو لعبتها على البي سي بتكون أجمل وأجمل. أو لا، أوكي. فارغة. أوه، لا تستعجل. أهو ريث؟ نو. لا، في مكان مغبر، لم يلمس شيء هنا منذ مئات السنين. صحيح، الكنز ما بيكون موجود في أي مكان شو اسمه، أكيد مغبي. نعم، لنجد أدلة. كلوز، يلا ندور ونشوف. شابتر 15 The Thieves of Libertaria، حرامية ليبرتاليا. لا نه. ايش قاعدين ندور احنا؟ اي شيء؟ بيان الحمولة القديم. Manifest of the good ship destiny bound for Libertaria from the port of King's Bay. Coins. Okay. فاضي. يب. توجد أرفف فارغة هنا. وين؟ وين؟ كابتن إيفري، مررت بأيام أفضل. نعم، لقد مرر بأيام أفضل. لحظة، إيش هذا؟ ملابس فاخرة، سر من نوع ما. كنت حارسا هنا، ها؟ أحسنت. ميت يا حبيبي، ما تخلص. أحسنت. ماذا حدث هنا؟ سؤال وجيه. ماذا لو ربما لم يبقى أي كنز؟ لا تستعجل. كله على الأرض. لا تستعجل. يرى المستعمرون أن أموالهم قد ضاعت ويصيبهم الغضب. نعم ربما. دي نتسلق؟ نو. يمدينا. Alright. إيش؟ انظر. ايش في؟
ماذا وجدت؟ عملة ليبرتاليا. نفس اللي حصلناها؟ لا. ممكن غير. إيفري. عملة فيها. لعبة ذهب وسك عملته الخاصة. بناء على ذلك والكشوف على الرفوف كان الكنز هنا. أتوقع الكنز للآن هنا. أين الكنز الآن؟ حسناً. نعرف أنه كان هناك قتال. نعم، وفي الداخل. هل المستعمرون سرقوه؟ لا، كانوا يحاولون استعادة ما كان لهم. انظر القرصان هو ال... تو؟ مؤسسة ليبرتاليا كلهم مكتب عليهم سيف. لص ليس قاتل ولا طغية. لص. عندما حرام المستعمرون إلى هنا كان الكنز قد اختفى. نعم، لأنهم أخذوه لأنفسهم بالفعل. لن يتغير القراصنة. لن يتغير القراصنة. إيش أنا الحين ما في كنز؟ أوه، وإيش اكتشفت سام؟ أعرف أين هو. أوه ماذا؟ أين؟ في الخريطة قايل لك أنا، الخريطة أول ما شفتها. نعم، هناك. هذا كنزنا. إنها خريطة ليبرتاليا. صحيح، اتبعها إلى جانب الجزيرة الآخر. هناك. أوه. مدينة ثانية. إيفري كان من ديفن في إنجلترا. بالتأكيد. نيو ديفن. هذه قصور ضخمة جدا. وكل منها له رمزه الخاص. هذا مكان القراصنة. كانت مكانهم. ما رأيك أن نتسلق برج المراقبة؟ وندرس الأرجاء. نيو ديفن قادم. Let's go. نيو ديفن هيا بنا. والآن كيف نصعد إلى هناك؟ ساعة مرة واحدة اختفى، وين هو؟ ليش ما طلعت صوت؟ صار لي ساعة أدور عليك. حسنا، جاهز. أوكي، ما طلع صوته، قال نيتني هنا. رفع الثريا فكرة جيدة. تبدو متفاجئا. تقبل الفكرة. شكرا لك. ليش؟ نايس. نايس. المعذرة. آسف يا كونتنت. بالدريج. ماذا؟ أنت تدوس على بالدريج. لا مشكلة. ليش أحس إن الكنز بيكون داخل هالقمة هذه؟ شوف شكل من شكلها. حسناً، لنصعد. لا أصدق أن السلالم سليمة. لا تسمع. اي والله بيحسدنا. هدي حبيبي، لا تقعد تحكم من الحين، ممكن يطيحوا الحين. نيثن، أترى هذا البرج؟ أكيد. اوكي. سلق من النافذة. نعم. حسنا، كنت أطمئن أنك لم تسقط. نكاد نصل. نكاد نصل. سام. Let's go, brother. يلا سادفعك.
كيف انا اركب؟ اها هيا هيا بنا هيا بنا الى الاعلى. اوكي وصلنا الى الاعلى. يا لها من نقطه مراقبه. اوكي هي. هذه المدينه نيو ديفن. بس ليش اتوقع ان الريف والباقي بيكتشفوها قبلنا؟ بس ما اتوقع، دائما احنا نكتشف الاشياء قبل الاشرار. ايوجد طريق هناك؟ نوعا ما. هيا اذا كم سنستغرق للوصول الى نيو ديفن في رايك؟ ساعتين. ايش صاير؟ مو راضي اركب او انزل. اوكي اشوف انا ابغى انزل مرة. اوكي اوف هروب جراب. اهرب يلا يا نيسان. لا تتوقف هذا سوري اجري ساعدني في فتح هذا الباب. اهرب استمر. باي اوكي او باي. لقده درسا. لا ناويين يقتلونا يا احنا. نحاول ثانية. وينك يا سام؟ برازة؟ رجعت هالكلب هذي. لا والله ما اقبلنا. تكفخني مرة ثانية. مرتين تكفخني. اهلا نادين، تسروني رؤيتك. حسنا مانجو. لا والله بعد. ماذا تقول؟ كلمة الامان. انت بهذه البراعة دائما؟ لدي لحظات. نعم، أثبت وشقيقك أنكما الأكثر مهارة في البحث عن الكنز على هذه الجزيرة. للأسف لسنا في نفس الفريق. انتظري، لدينا فرصة.
أثق بك. لن أنخدع في ذلك ثانية. دعينا نتحدث. كفو. أوكي. تاكتيك كفوها. ما عندنا شيء سدد. شو بسوي الحين؟ حسنا كان ذلك أقصى مما توقع. جيرام قومي يلا. أخرج بنفسي. بعد كل ما حدث، أتعتقد أنني سأتركك تغادر؟ آخ. يلا يا عسام. من الحكمة أن تفعلي هذا. كفى يا نادين حقا. نعرف قوتك ولكن نحن اثنين. قوي يا خليك. إلى هنا الآن. كل ما علي فعله هو إضاعة الوقت. وهذا إن لم أقضي عليكم بنفسي. Get fucking boozy. Be for real, bitch. يا حمارة. روحي. سوين هكذا ترى شو اسمه؟ جت لي. سأنتهي هذه الجزيرة وسأنت شقيقك وسأنت منك. لا اتركيه. وينك خلينا كانها كريتوس. سلامات. والله نادي دارون شو اسمه أغبياء مخلين بنت تكفخ اثنين مو واحد. قلت أوكي كفختني مرة. قلت أوكي جندية قوية. جبت الكلب سوبرمان بنت. أو مسدس بسرعة 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 بسرعة. طخ لا تستنى. لكن ليس كافيا. أمسك في الرأس. يجب أن نبتعد قبل أن. رايح هنا. أيوة. انتظروا ليهدأ الجميع. هذا مثير للاهتمام. نيت. سامول. أخفضوا أسلحتكم جميعا. لا تتردد. ريف هذا الرجل متوتر. لا تقلقي بشأنه يا نادين. ليس ممن يقتلون بدم بارد. ليس أسلوبهما. مستعد للمراهنة بحياتها؟ هيا إذن اقتلها. سام إن مت ستموتان. فليكن ولا خطوة أخرى. أتعني هكذا؟ سام أخفض المسدس. حذرتك. هيا ريف. كان بيقتلها سام. اتركه. انتهينا مفهوم؟ انتهينا. ايش استفدنا احنا الحين لكن؟ لا تقلق يا نادين هذا ليس اسلوبهما. ماذا اقول؟ لم اظنه يقدر. سامول انت بخير؟ لا تلمسني. انت تعرف ان هذه اللحظة قادمة. اي بحقك تفوقت علينا. اهدى. اباك اعطي بوكس. أنت رجل أعمال فلنتفق على صفقة. صفقة. حصل لك الكنز. أود معرفة تفكيرك. تحدث الآن أستمع. حسنا. أتريد العثور على كنز إيفري؟ سنساعده. والله ما أدري أساعده. نعم. طبيعي شي. هذا ونسبة صغيرة. أوه. يا لجرأة هذا الرجل. هي الحصلة لحالك كافية. تكفل حريته. حريته نيثان. نعم لقد سجن بدلا منا ويدين لهكتور الكازار بمال كثير. أوه عن ماذا تتحدث يا نيت؟ هكتور الكازار مات في قتال في الأرجنتين منذ 6 أشهر. أوه أنا هربت سامويل من السجن. نو ماذا؟ ويش كل هذا اختراع؟ ماذا قال لك؟ كد دقيقة. سام ما القصة التي ألفتها هنا؟ الكازار حقا هل كذب؟ هل كذبت على أخيك الصغير؟ نحن نهدر الوقت. انتظري لحظة. يعني ما كان حياتي في خطر؟ الحقيقة يا نيت لم أتوقف عن البحث
عن كنز إيفري، ولكني دائما أصل إلى طريق مسدودة. ثم سمعت أن صديقي سامويل دريك الخبير في عالم إيفري. دقيقة ولا لعبناه؟ بخير نوعا ما. كذب علينا. لن يتم تهريبه من السجن. رشوت آمر السجن وخرج أخوك من البوابة الأمامية بكل هدوء. قضى السنتين الأخيرتين يبحث عن صليب القديس ديزما، وسأخبرك بشيء. فعل كل هذا معي. لا صحيح، هذا هراء. والله سام، أتنكر؟ نيت سام، هل ليت أسوي كل هذا بكذبة؟ كنز إيفري كان من حقنا، كان من حقنا. لا حياتي من أجلك. اسمع اسمع نيت، عزاؤك الوحيد أنه هجرني أيضا، قام بخدعة ماكرة تجاهي وأشركك ورجل العجوز في الأمر. وبكل صراحة يا سام، فإن ذلك أغضبني جدا، لكن كان هذا في الماضي. أنت لا تستحقه. ولا أنت ما تستحقه، نايثن لا يستحقه صراحة، هو اللي تعب. حسب معلوماتي فكلنا لصوص ننقب حيثما لا يفترض. ريف، ماذا؟ انهي الأمر بأي طريقة وإلا سأفعل. انتين جاي دورش يا كلبة، جاي دورش. سمعتما السيدة، إن أخطأت في دليل فلن تصل للكنز. قلتها بنفسك، تصل لطرق مسدودة. اعترف يا ريف، أنت بحاجة إلينا. بغبائك ما بتحصل الكنز. أنت محق، بس حسب يطلق يطلق على سام. يحتاج نايت فقط. لا تنسى. واو، هل اطلع؟ هل صابنا او بس صاب سام؟ يا الهي الينا. هاي نيت في الأخير إلينا، زوجتنا أنقذتنا. أوه، رجعنا للذكريات. أهو من الذي يعيش هنا؟ لا فكرة لدي، لكن هذا هو العنوان. كنت أفحص المكان في الأيام الماضية، لا أحد في البيت. أنا نسيت طبعا، هذا قالها بداية اللعبة، فأنا نسيت وإيش صاير بالضبط. ها نحن وصلنا. واو، المكان وإملاق. من أين نبدأ؟ The Brothers Drake. بوم، بس بنوقف هنا طبعا. أتوقع مرة ممتاز أن نوقف الحلقة هذه هنا ونكمل في الحلقة الجاية. كالعادة لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك، وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل. وإن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.